تابعوا في النشرة بعد الفاصل. الطاقة البديلة في خدمة الصامدين بغوطة دمشق. أهلا بكم من جديد. توليد الطاقة الكهربائية من الرياح وعبر استخراج غاز الميثان بالتفاعل الكيميائي حلول متقدمة يوظفها الصامدون في الغوطة الشرقية لدمشق في ظل حصار النظام وفقدان مقومات الحياة. ظن الأسد أن قطعه لأساسيات الحياة سيعيد أهالي الغوطة لبيت طاعته، فأصبحت المحروقات أمرا محرما على الناس، فكان ولا بد لمكتب الطاقة البديلة بالإدارة المحلية بمجلس الشورى من تفعيل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لاستخراج الكهرباء منها. نحن في الإدارة المحلية التابعة لمجلس الشورى نسعى بكل جهد لتوليد الكهرباء، إما من خلال طاقة الرياح من خلال المراوح ومن ثم تؤدي إلى توليد الكهرباء، أو من خلال روس البقر وحفر الغاز الميثان. إن شاء الله نسعى توليد الطاقة والغاز ومن ثم الكهرباء إن شاء الله بأي أسلوب وبأي طريقة متاحة أمامنا. جوار تلف بأكياس بلاستيكية محكمة الإغلاق، يوضع داخلها شيء من روث الحيوانات والأعشاب القابلة للتحلل لينبعث منها غاز الميثان المستخدم في تشغيل مولدات الكهرباء والاستخدامات المنزلية. نحن والله عملنا جورة، يعني حفرنا جورة ولفيناها بنايلو حقنة الإغلاق، يعني مشان تحكم الضغط حطيناها لعمارة البقر أو روس البقر بالمعنى ليتفاعل. حطينا لها إحنا مي، حطينا احنا بنايلو مددنا لها شبكة مي وأنابيب مشان تسحب الغاز من قلبها، وحكمناها بنايلو من فوق وعطيناها مي لحتى تفاعل الروس هذا وعطانا الغازات. يتحدون الواقع ويتجاوزون صعوبات الحياة التي فرضها عليهم نظام الأسد ظنا منه أنه سيقطعهم